أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وكل من انضم معنا في هذه اللحظات. ومشاهدينا بالأمس انطلقت عموما بشكل عام بالأمس القريب طبعا النسخة الخامسة من مسابقة الـ MIT للشركات الناشئة في السعودية تحت شعار ابتكر وأبدع وتواصل بنسخة رقمية بالكامل. هذه المسابقة تهدف لدعم رواد الأعمال في السعودية من مواطنين ومقيمين عشان يتغلبوا على تحديات الأزمة اللي بنمر فيها بإبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة. وعشان نتكلم بشكل أوسع عن هذه المسابقة معنا اليوم بيان عبد الله الغامدي مدير برامج ريادة الأعمال ومنتدى MIT السعودية في مجتمع جميل. يسعد لي صباحك أستاذة بيان. أهلاً صباحك، مساء الخير على الجميع. أول شيء يعطيكم العافية، جهود كبيرة أنتم تقدمونها، وأعتقد أن المسابقة يعني كان لكم تجربة سابقة في العام الماضي، لكن أول شيء خلينا يعني نتكلم ولو تكلمينا أكثر عن المسابقة، متى راح تنطلق، ولو نعرف يمكن أكثر منك عن نسخة السنة اللي فاتت كيف كان شكلها. أكيد. السلام عليكم جميعا ومساكم الله بالخير. في بداية سعيدين باستضافتنا في صباح الخير يا عرب. بالنسبة لمسابقة منتدى MIT هي بالشراكة مع MIT Technology Review، تكرس نفسها لترويج بيئة ريادة الأعمال بالتعاون مع MIT Global. بدأت من 2015 بدعم وبقيادة مجتمع جميل لترويج أو تحفيز بيئة ريادة الأعمال. هي مسابقة تستهدف جميع الأفكار أو جميع الشركات الناشئة في مجال الأفكار، الشركات الاجتماعية ومجال الشركات الناشئة. إيش اللي يميز السنة الماضية عن هذه السنة؟ إيش اللي يختلف بينهم؟ طبعاً السنة هذه بحكم الأوضاع الراهنة لكورونا ستكون يعني المسابقة تقدم بشكل كامل عبر الإنترنت بحسب الاحترازات، لكن السنة الماضية تم إطلاق منتدى الاستثمار للشركات الناشئة وسيتم إطلاق السنة هذه أيضاً إن شاء الله في مارس، تكون أونلاين طبعاً خلال جذب المستثمرين وجذب الشركات الناشئة في منصة واحدة لترويج لشركاتهم وطرح مشاريعهم للاستثمار. السنة هذه أيضاً مقدمين برنامج أو مسرعة أعمال بالتعاون مع MIT Trust Center أو مركز MIT لريادة الأعمال لتقديم مسرعة أعمال لمدة 6 أسابيع لرواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى واقع أولاً، وتحويل الشركات الناشئة التي أصلاً في السوق حاليا ولها أرباح لشركات واعدة وإلى مستوى أكبر. ممتاز. يعني أنتوا أستاذة بيان يمكن أطلقتوا يعني شبكة رواد منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية، لو تكلمينا برضو عنها أكثر تعطينا نبذة عنها. الشبكة هي كونسل أو مجلس تم إنشاؤه بحكم وجود MIT من 2015 في السوق في بيئة ريادة الأعمال، مما جذب أكثر من 45 شركة ناشئة كل عام. الشركات الناشئة هذه ما شاء الله واعدة الآن وفي السوق حالياً، فكرنا بطريقة تجمعهم في شبكة واحدة أو في منظومة واحدة لكي يتم تبادل الأفكار، التواصل، فرص الاستثمار وفرص ممكن تأخذ مشاريعهم إلى مرحلة أخرى من خلال هذه الشبكة. هي شبكة يقودها رواد الأعمال من مناطق المملكة العربية السعودية، من منطقة الرياض، منطقة الجنوب، منطقة الشرقية والغربية ومنطقة الشمال. يمثل كل منطقة رئيس وهو أحد المشاركين في منتدى ريادة الأعمال أو منتدى MITF، ويلتقوا شهرياً دورياً لطرح أفكار جديدة، طرح مشاريع قادمة لرواد الأعمال، وفي النهاية هي طريقة للتواصل ويعني إبقاء الشبكة حية أكثر بشكل أكبر وتحفيز بيئة ريادة الأعمال بمعنى أوسع. طيب أستاذ بيان بصراحة كيف شفت التفاعل يعني مع المنتدى؟ من 2015 الحمد لله تم جذب أكثر من 7500 مشارك، كل سنة يتم إطلاق سايكل أو يتم إطلاق الدورة في سبتمبر، وتم إطلاقها السنة هذه في سبتمبر، ويعني الحمد لله من سنة إلى سنة يتم جذب الكثير من المشاريع، وجدنا يعني تقدم كثير. من التقدمات أو من الأشياء التي يعني لاحظناها هي بروز الريادة الاجتماعية، فالسنوات الأخيرة أو السنتين الأخيرة تم إطلاق مسار خاص للشركات الناشئة في مجال الريادة الاجتماعية. طيب هذه اللي أنتوا لاحظتوها، لكن إيش المشاريع اللي أنتوا ركزتوا عليها وحتدعمونها في المستقبل؟ المشاريع عامة نحن في MIT نركز بشكل أكبر لمشاريع تقنية سواء هاردوير أو سوفتوير، أنظمة أو أجهزة. كل المشاريع في مجال التقنية في 3 مسارات لتوضيحها أكثر يعني المشاهد، هي مسار أفكار ومسار الشركات الناشئة والاجتماعية.
في هذه الثلاث مسارات يتم التركيز على كل بشكل منفصل لكل مسار له خياراته، لكن تكون بشكل أكبر تقنية. ممكن السنة هذه أو السنوات القادمة نلاحظ تقدم كثير في مجال الفنتك ستارتب، فممكن قبول أكبر لهذه المشاريع، ومشاريع اللوجستيات تكون يعني لها بروز أكثر في هذه الفترة خصوصا. لكن عموما المشاركة تكون من خلال هذه الثلاث مسارات. مسار الأفكار هو مسار يحفز أكثر الأفكار التي يعني ليست بعد منشأة أو أسست كمنشأة في السوق، لكن مجرد هي فكرة لأصحاب وعي. فهذه هي بشكل عام. الله يعطيكم العافية أستاذة بيان الغامدي، وعساكم على القوة وجهود أكيد كبيرة، وحنا الناس اللي داعمين أكيد لهذه المنتديات والمبادرات، وحنتابع معاكم أول بأول ونشوف إلى وين توصلون حتى على مستوى توزيع الجوائز في النهاية، ونبارك يعني للفائزين بشكل أكبر. شكرا جزيلا لك.